أركان الإسلام خمسة أركان، هيا نذكرها هيا يا خلان. أركان الإسلام خمسة أركان، هيا نذكرها هيا يا خلان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الركن الثاني هو إقام الصلاة في أوقاتها الخمسة، نعبد وندعو الله. الركن الثاني هو إقام الصلاة في أوقاتها الخمسة، نعبد وندعو الله. الركن الثالث هو إيتاء الزكاة للفقير وللمحتاج، طبعاً طبعاً لا ننساه. الركن الثالث هو إيتاء الزكاة للفقير وللمحتاج، طبعاً طبعاً لا ننساه. الركن الرابع هو صوم رمضان، ما أجملها من أيام، شهر الخير والإحسان. الركن الرابع هو صوم رمضان، ما أجملها من أيام، شهر الخير والإحسان. الركن الخامس هو حج بيت الله إلى المسجد الحرام لمن استطاع سبيله. الركن الخامس هو حج بيت الله إلى المسجد الحرام لمن استطاع سبيله. أركان الإسلام خمسة أركان، هيا نذكرها هيا يا خلان. خمسة أركان، هيا نذكرها هيا يا خلان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا